اسرائيل كشفت تفاصيل لتحركات ايرانيه هادئه جدا تحدث على مستوى البحر الاحمر وهي طبعا تضاف الى طبيعه الهجوم الذي قامت به ايران على السفينه الاسرائيليه مقابل شواطئ عمان هذه التفاصيل اللي كشفوها الاسرائيليين طبعا هي متعلقه باحدى السفن التي تم استهدافها السفن الايرانيه التي تم استهدافها طبعا في البحر الاحمر تحديدا امام الشواطئ الإريترية اللي هي طبعا اسمها سافيز اللي استخدمها طبعا استهدفها عفوا الكوماندوز الإسرائيلي طبعا في شهر أربعة كما تحدثنا بتهمة بأن هذه السفينة هي كانت في طبيعة الحال تتجسس طبعا التهم هي على الكوماندوز الإسرائيلي وإسرائيل لم تتبناها ولكن كل التقارير تؤكد بأن إسرائيل هي من قامت بهذه العملية هذه سافيز الآن من بداية شهر سبعة بدأت تتحرك مباشرة متوجهة على ما يبدو إلى إيران هي وصلت على الأقل إلى يوم خمسة ثمانية إلى حقيقة الشواطئ العمانية على بعد تقريبا 400 وستين كيلو مترا ولكن في نفس الوقت ان هنالك سفينه كشفوا عنها الإسرائيليين هي قادمة من ميناء بندر عباس بهذا الاتجاه وخلال تسعة أيام دخلت إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر بشكل كبير والتهمة الأساسية هنا بالنسبة للإسرائيليين كما يقولون بأن هذه السفينة هي أيضا سجلت كسفينة شحن كما كان هو الحال مع سافيز ولكن هي حقيقة تستبدل وجاءت كبديل لعمليات التجسس وبالتالي ليس هنالك ردع أو أي ردع تشعر به إيران من عمليات والتفاصيل التي تحدث على مستوى السفن إيميج سات انترناشونال الإسرائيلية هي التي كشفت عبر الأقمار الصناعية لماذا يعتقدون بأن هذه السفينة هي سفينة تجسسية إذا ما ألقينا نظرة سريعة على هذه الصور للأقمار الصناعية اللي نشروها هذه هي سفينة سافيز اللي طبعا استهدفوها بشكل كبير الكوماندوز الإسرائيلي وهذه هي السفينة الجديدة التي دخلت إلى البحر الأحمر اللي اسمها بهشاد إذا ما نلاحظ هي طبق الأصل تتشابه تماما متشابهة بشكل كبير ليس هنالك فرق في طبيعه هذه السفينه طبعا بكل تاكيد بالاضافه الى ذلك ان هنالك تحركات صارت مع هذه السفينه التي دخلت الى البحر الاحمر تشبه تماما ما كان يحدث مع سافيز، ما هي هذه التحركات؟ إذا ما ألقينا نظرة طبعاً على طبيعة هذه التحركات هي أن هنالك سفينتين شحن صغيرة تحركت مع بهشاد مباشرة أول ما دخلت طبعاً عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر تحديداً وهذه السفينتين اسمها جولسان وإليانا وهذه إليانا ماخذية هم بصورة الأقمار الصناعية هنا صورة طبعاً مقربة لطبيعة هذا التحرك اللي صار وهو طبعاً هذه السفينتين هي كانت الصغيرة أو الزوارق إن صح التعبير هي كانت تتحرك مع سافيز ايضا والان تتحرك مع بشاد لم يختلف اي شيء في هذا الموضوع والمثير بهذا الامر ان هذه السفينتين هي اصلا معاقبه من شهر ستة 2020 السفينتين التي جاءت مع بهشاد ومع سافيز في نفس الوقت الحقيقة الخزانة الأمريكية هي التي قامت بفرض هذا العقوبات كما قلنا من العام الماضي من شهر ستة تحديدا كما نلاحظ هذين حقيقة أو هاتين السفينتين التي تمت معاقبتها بهذا الشكل والمسؤولين الأمريكيين أكدوا التفاصيل التي تحدث بها الإسرائيليون طبعا على السي أن أن شوف شنو اللي قالوا هنا قال مسؤولان امريكيان ان ايران سحبت سفينه سافيز التي تعرضت لهجوم في نيسان الماضي واحضرت سفينه مماثله لجمع معلومات استخباريه في الممر المائي الاستراتيجي المهم وهنا يقصدون طبعا البحر الاحمر بكل تاكيد وواضح ان الاسرائيليين هنا يريدون من زياده بكشف هذه التفاصيل زياده الزخم على الضغط الموجود الان على إيران مما كشفته القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم من خطيرة جدا من الهجوم اللي سووه الإيرانيين على السفينة الإسرائيلية قبالة ومقابل الشواطئ حقيقة العمانية إذا ما جينا إلى هذه التفاصيل اللي سووه الأمريكان حقيقة أرسلوا طاقم من يو اس رونالد ريغان اللي هي طبعا المدمرة الأمريكية وهذا الطاقم حقق بطبيعة الهجوم اللي صار واكتشفوا بأن ثلاثة طائرات مسيرة هي التي قامت بهذا الهجوم على السفينة الإسرائيلية طائرتين كانت في 29 سبعة قامت بالهجوم على هذه السفينة لم تنجح سقطت يعني بالقرب من هذه السفينة ولم تستطع من اصطيادها على ما يبدو بأن هنالك خلل معين حدث لهذه الطائرات وبالتالي طاقم هذه الطائرة قام حقيقة بأخذ التفاصيل أو الأشلاء التي تبقت من هذه الطائرات التي سقطت ولكن الطائرة اللي حقيقة سوت الاستهداف الكبير هي جتي بعد يوم من هذا الهجوم الطائرة التي قامت بالضربة لهذه السفينة بكل نجاح وشفنا هذه المشكلة التي نراها اليوم في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي كل لدي يصرح عنها فهذه الطائرة هي نجحت في هذه الضربة والنقطة الأساسية أن التحليلات الكيميائية التي قام بها الفريق والطاقم لهذه المدمرة اللي هي اس رونالد ريغان اكتشفوا بأن المواد المستخدمة هي مواد عسكرية تفجيرية. تأتي من مادة النترات وتحديدا مادة اسمها ار دي اكس، وهذا طبعا اللي استنتجوا من خلاله بأن هذه الطائرات المسيرة لم تكن تجسسية أو غيرها بل هي طائرة كانت مختصة لضرب السفن وتحقيق ضربة مؤثرة في على هذا الأساس وكذلك أن الطائرة كانت أحادية الاتجاه هذه الطائرة الإيرانية، ولما حسبوا وحللوا هذه التفاصيل لاحظوا بأن هذه الطائرة المسيرة أحادية الجانب هي حقيقة أو أحادية الاتجاه عفوا هي كانت قادمة تستطيع ان تاتي من الاراضي الايرانيه من دون مشكله لكن ليس هنالك اثبات كامل لكن الاثبات اللي حصلوا بان هذه الطائره هي طائره ايرانيه بكل تاكيد وطبعا هذه التفاصيل هم من هذه الاشلاء نشروا كل التفاصيل عن الضربه بالصور وهذه هي اشلاء الطائره التي قامت بهذا الاستهداف على السفينه الاسرائيليه واللي حللوها وطلعوا بالنتائج اللي ذكرتها لكم واللي اكدوها ايضا خبراء اسرائيليين وايضا خبراء امريكان في مختبرات موجوده في البحرين تاكد وطلعت طبعا النتائج متطابقه بين فعلا هذه الطائره التي استهدفت هذه السفينه هي ايرانيه كذلك صور لطبيعه الضربه اذا من لاحظ هنا طبعا هذه حجره القياده اللي موجوده في السفينه، هذه هي النقطه اللي دخلت بها الطائره المسيره وسوت الاستهداف الكبير وهنا طبعا الحطام بهذا الشكل وقطر هذه الفتحه ودخول الطائره المسيره يصل تقريبا الى سته اقدام بهذا الشكل والتفجير كان عالي للغايه وكبير للغايه الى درجه عندما نشاهد هذه الصوره نعرف تماما أن مقتل اثنين اللي هما الروماني والبريطاني كانت تعتبر أقل الخسائر اللي ممكن يطلعون بها كان ممكن أن تقتل أكثر عدد ممكن مع هذه المواد التفجيرية اللي مستخدمة حقيقة في هذه الطائرة لذلك القيادة المركزية الأمريكية وصلت إلى هذه النتيجة خلص الخبراء الأمريكيون إلى أن الأدلة تشير إلى أن الطائرة من دون طيار تم إنتاجها في ايران، وطبعا هذه اللي خلت وفتحت مساحه انه عدم وجود اثبات كامل بانها قادمه من الاراضي الايرانيه للمندوب الايرانيه دائم في الامم المتحده ان يقول بان هذه الوثائق كلها مزوره وهي كلها كذب وحذروا مجلس الامن الدولي من الخداع الاسرائيلي او الامريكي كما وصفها هو بانه هم يريدون يحصلون على زخم من اجل ضرب ايران او الغاء قضيه المفاوضات النوويه او مكاسب سياسيه يبحثون عنها، ولكن واضح جدا ايضا ان عمليه الضربه لحد الان تاخرت مع حقيقه هذه التفاصيل وهذه الامور على غراء يعني على عكس العاده من اسرائيل عاده ما تقوم بالاستهداف ان هذا الامر تاخر لقضية مهمة جدا حقيقة أنهم هم يبحثون عن مكاسب في المفاوضات النووية كما تحدث المندوب الإيراني نفسه خاصة وأن مسؤول أوروبي كشف بشكل واضح اليوم بأن المفاوضات إيران راح ترجع إلها وهذا المسؤول الأوروبي هو موجود في هذه المفاوضات النووية بأن إيران تخطط للعودة في شهر تسعة تحديدا لهذه المفاوضات النووية فواضح خلال هذه ثلاثة أسابيع واضح إسرائيل تحاول أن تأخذ زخما دوليا للقيام بشيء معين حول هذا الموضوع واتجاه إيران بكل تأكيد